بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح نبلش معكم تسجيل مادة الفيزياء حصص تأسيسية في البداية مع منصة دراستك. أنا الدكتور محمود أبو السندس راح أستمر معكم من الآن لغاية ما تقدم امتحان الفيزياء في الوزارة إن شاء الله. أي استفسار لكم، هاي معلوماتي، تقدر تخاطبني من خلالها، تستفسر عن أي شيء، حتى الدوسيات ببعث لك إياهم PDF إذا أنت حاب تنزلهم عندك. وهاي كمان الدوسيات متوفرة وين؟ على معلومات منصة دراستك، منصة التحدي. بدنا نبدأ فيها هاي السنة لحد ما نوصلكم للامتحان بإذن الله بالعلامات العالية. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لحصص التأسيس، حصص التأسيس راح تكون عبارة عن ثلاث حصص أساسية نتناقش فيها عن أساسيات مادة الفيزياء. هاي الأساسيات بتفيدك بأي موضوع أنت راح تدرسه بالفيزياء. الحصة الأولى تتكلم عن وحدات القياس المستخدمة في الفيزياء. ما في موضوع بالفيزياء بتستخدمه أو بتدرسه أو بتحسبه ما بتستخدم فيه وحدات القياس. نتكلم بهاي الحصة عن أهمية وحدات القياس وشو معناها وكيفية تحويلها وما هو النظام الدولي لوحدات القياس. الحصة الثانية بتتكلم عن الميكانيكا بشكل عام. شو الميكانيكا؟ مفهوم السرعة، مفهوم التسارع، مفهوم الإزاحة، مفهوم القوة، قوانين نيوتن في الحركة الثلاث، لخصنا لكم إياهم ورتبنا لكم إياهم عشان نقدر نبدأ معاكم بوحدتين الميكانيك اللي هم الوحدة الأولى والثانية في التوجيه. قبل ما ندخل فيهم لازم نتعرف على هاي المفاهيم. الحصة الثالثة نتناقش فيها بعدة مواضيع. أول إشي العلاقات الرياضية اللي هي الطردية والعكسية. كيف أميز نوع العلاقة بين أي مصطلحين بالفيزياء؟ هل العلاقة طردية أم عكسية؟ نتكلم فيها عن جمع الكميات المتجهة. كيف تحسب الكميات المتجهة إذا كانت بنفس الاتجاه أو عكس بعض أو متعامدة. بالأخير نتعامل مع عن أساسيات رياضية رح نناقش فيها كيفية التعامل مع الأرقام وتحريك الفاصلة يمين ويسار. هاي الأساسيات ضروري تحضرها. نرجع منذكر في الدوسية موجودة أول 12 صفحة فيها هاي الأساسيات. بتجيب الدوسية بتنزلها عندك PDF بتحضر حصص التأسيس. بعديها منبلش في المادة. رح أبدأ معاك من الصفر، انتبه علي، رح أبدأ معاك من الصفر. شو كان رايح عليك في السنوات السابقة احنا منعوض لك إياه. احنا منطلب منك فقط المتابعة، تابعني أول بأول عشان نقدر نرتقي في مستواك ونوصلك للمستوى اللي انت طامح له. يعطيكم العافية ومنشوفكم على خير، بتبشرونا بمعدلاتكم العالية. يعطيكم العافية.